تعتبر صناعة السيارات من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، حيث تعكف الدولة المصرية على تنفيذ خطط توطين صناعة السيارات بشكل تدريجي بهدف تقليل الاعتماد على الواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتي وفتح آفاق جديدة للاقتصاد المحلي وزيادة فرص العمل. وفي هذا السياق تولي الحكومة المصرية اهتماماً كبيراً لتطوير صناعة السيارات في الأقاليم بما يساهم في تحسين البنية التحتية الصناعية وتحفيز الاستثمار المحلي والدولي وزيادة الإنتاجية في مختلف المحافظات، حيث تسعى مصر إلى تعزيز الصناعة الوطنية من خلال التركيز على الصناعات المغذية لصناعة السيارات مثل صناعة البطاريات والإطارات والأجزاء الإلكترونية وأنظمة النقل الذكية. وتعمل الحكومة المصرية على تعزيز الصادرات من سيارات الركاب والأوتوبيسات والمركبات التجارية لا سيما في الأقاليم، حيث يتم تصدير بعض المنتجات إلى الدول العربية ودول أفريقيا مما يساهم في تعزيز الصناعة الوطنية ويخلق فرص عمل جديدة في الأقاليم. كما تستهدف الحكومة زيادة المكون المحلي في صناعة السيارات بمعدل يتجاوز 60-70% في المرحلة المقبلة، ما سيسهم في تقليل تكلفة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية. في إطار مبادرة توطين صناعة السيارات، تم إعادة تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات في حلوان التي كانت متوقفة منذ نحو 15 عاماً. هذه الخطوة ليست فقط لتطوير مصنع واحد، بل تهدف إلى نشر ثقافة الصناعة المتطورة خاصة في مجال السيارات الكهربائية والنقل العام من خلال التعاون مع شركاء دوليين واستغلال القدرات المحلية. تسعى مصر إلى أن تكون من الدول الرائدة في صناعة المركبات الكهربائية في المنطقة العربية. احتياجات السوق المحلي بتاعنا النهاردة بتصل إلى ما يقرب من 500,000 سيارة، دي احتياجاتنا من كل أنواع المركبات، وبالتالي ومعروف أنها هتزيد من هنا لغاية 2030 مع الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي اللي الدولة النهاردة بتنتهجه وماشية فيه. عشان كده أنا بأكد أن عودة شركة النصر للسيارات ده كان قرار استراتيجي من الدولة. الدولة مش بتفرط في قلعها الصناعية على الإطلاق، بالعكس احنا هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، كيفية الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة. وبأكد عليها وثيقة سياسة ملكية الدولة مش معناها ان احنا ببيع أصول الدولة، بالعكس ازاي أعظم من الاستفادة واستغلال أصول الدولة. جهود مصر في توطين صناعة السيارات في الأقاليم تعكس التوجه الاستراتيجي للحكومة لتعزيز التصنيع المحلي وخلق فرص عمل وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني من خلال تحديث المصانع والاستثمار في الصناعات المغذية وتوسيع الإنتاج المحلي للسيارات الكهربائية والنقل العام. تسعى مصر إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة السيارات والتوسع في التصدير.